مواطنين داخل الوطن وخارجه. أيها السيدات أيها السادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم إبراهيم مراد، مدير الحملة الانتخابية لمترشح الحر عبد المجيد تبون. عبد المجيد تبون الذي منحتموه تزكيتكم وصوتوا عليه في 2019 رغم الضغوطات الممارسة عليكم ورغم الظروف الصعبة، إنما رأيتم أن هذا هو الذي كان يناسب أن يكون رئيسا، كونكم تعرفونه رجل ميدان ورجل التزامات ورجل كذلك ما تقدم إلا بعد ما وراكم الالتزامات تاع 54 تبركا بثورة التحرير، وشفتوا بلي رجل جدي ومخلص وحاب يغير الأوضاع بالنسبة للجزائر التي كانت تعرف مشاكل عدة. إذا بمجرد أن وصل إلى سدة الحكم، أول ما قام به أن يجتمع مع الولاة، أن يجتمع مع الحكومة، أن يبين لهم أن الجزائر محكوم عليها أن تتغير، لأن هذه الأوضاع غير مقبولة، غير مقبولة، وهو رئيس لها، قالها أكثر من مرة، مادام هو يشوف اللي المواطن راهو يعيش العيش الضنك، العيش الصعب، إذا ما قبلش هذه الأوضاع، وأعطاهم مثال بالنسبة للمداشر والقرى المنعزلة التي صعب الوصول إليها، حيث يعني تنعدم بها الحياة الأساسية. رجع من المواطن محور كل اهتماماته، وأخذ على نفسه أن يجعله يعيش العيش الكريم، وأملى ذلك وألزم كل المتدخلين أن يعملوا في هذا المضمار وفي هذا الاتجاه. فأقر كذلك ببرنامج زيادة على القرى، أكثر من 13 قرية لتغيير ملامحها، وفيها العشرات إنما أقول مئات الآلاف من العمليات تم إنجازها. إذن لهؤلاء كذلك أقر لهم ببرامج سكنية زيادة على ما أنجزه بالملايين، أقر باش يواصل العملية هذه وينجز مليوني سكن في كل أصنافها، وخاصة بالنسبة للتجزئات الاجتماعية وبالنسبة للسكن الريفي، ودعم كذلك القيمة تاع السكن الريفي على المناطق الجبلية وفي الصحراء وكل المناطق البعيدة. إذن اللي يهمه هو أن المواطن يكون يعيش العيش الرغيد، العيش السعيد، العيش الكريم. بالنسبة للبطالة، لكم تعرفوا العديد تاع الناس اللي يحتاجوا إلى عناية، إلى يعني الأخذ باليد، مليوني بطال استفاد من منحة. بالنسبة للناس اللي كانوا يعملوا ولكن في ظروف يخافون أن من اليوم إلى غد العقد اللي عندهم ما يبقاش صحيح، إذا أدمجهم في المسار المهني نتاعهم، والأمر يتعلق ب 500 ألف اللي استفادوا في جميع القطاعات على المستوى المحلي وعلى المستوى المركزي.